في الكتاب ديالو National Security Cinema تيقول الكاتب البريطاني ماتيو ألفورد بلي CIA تدخلت للتأثير على أزيد من 800 سيناريو بشكل كيخدم المصالح ديالو. صناع القرار عبر العالم فهموا بسرعة أهمية السينما في التحكم في الرأي العام وفي التوجيه ديالو. لذلك راه ماشي غريب مثلا يقول لينين أن السينما تتبقى الأهم بالنسبة لنا من بين باقي الفنون. لجوء سياسيين عبر العالم السينما أعطانا ما يسمى سينما الدعاية أو البروباغاندا. يلا نديرو شي كلاوز شوت باش نفهمو كيفاش وعلاش بدات هاد السينما. خلال الحرب العالمية الأولى غادي يبني الرئيس الأمريكي وودوارد ويلسون الحملة الانتخابية ديالو على وعد قطعو الشعب الأمريكي بلي بلادهم ما غاديش تشارك في هاد الحرب لأنها حرب بعيدة عليهم وما عندهم فيها لا نقة ولا جمال كما كنقول. ولكن جوج أحداث غادي يوقعوا من بعد غادي يخليو الرئيس الأمريكي يعاود النظر في الهضرة ديالو وغادي يفهم بأن الحرب ما بعيدش عليه كما كان كيظن. الحدث الأول هو إغراق غواصة ألمانيا لباخرة لوزيتانيا البريطانية واللي تسبب في وفاة 1200 شخص كانوا منهم 120 أمريكي. والحدث الثاني هو اعتراض ولا فك شفرة تيليجرام زي ما قال، وهو تيليجرام بعثته ألمانيا للمكسيك باش يدخلوا معاهم في التحالف مقابل استرجاع الولايات الجنوب الأمريكي. غادي يشكل الرئيس ويلسون لجنة الاستعلامات العامة عام 1917 وغادي يعين الصحفي جورج إدوارد تريل رئيس لهاد اللجنة وغادي يقول لينار تعيين جملة واحدة: بيعوا الحرب الأمريكية. تريل غادي يبدأ واحد الحملة ديال الدعاية كبيرة في الصحف وغادي يطلب ملصقات لتحميس الامريكيين باش يتقبلوا هذه الفكره بحال الملصق ديال انكل سام مثلا. باعتبار كريل مدرك لقوه السينما في حشد الناس غادي يمشي لهوليود وغادي يطلب منهم باش يشاركوا حتى هما في الدعايه، ولكن المنتجين رفضوا الفكره لسبب بسيط وهو ان الجمهور ديالهم فيه ناس مهاجرين من اصول اوروبيه حتى هما كيدخلوا للسينما، ولا جو مع طرف ضد طرف اخر يقدروا يفقدوا الجمهور ديالهم. غادي يهددهم كريل انه في حاله الرفض غادي يسد لهم السينما ديالهم بالليل وغادي يمنع تصدير الافلام ديالهم على برا، والاهم والاخطر انه غادي يجند الناس اللي خدامين معاهم باش يمشيو للعسكر. ملي شافوا المنتجين بان الصناعه ديالهم في خطر غادي يضطروا انهم يتعاونوا مع هاد الفكره ديال الدعايه وغادي يبانوا افلام تيشجعوا الامريكيين وتيحاولوا يقنعوهم بمشاركه في الحرب، بحال مثلا فيلم ليتل امريكان من اخراج سيسيل بي دوميل واللي انطلق من قصه غرق لوزيتانيا باش يبين ان الالمان هما الطرف الشرير في هذه القصه والحلفاء هما الطرف المزيان. جمهور السينما غادي يتفاعل ايجابيا مع هذه الافلام ديال الدعايه حيث ان تقريبا عشرات الالاف غادي يبداو ينخرطوا في الجيش وتطوعوا باش يشاركوا في هذه الحرب. بدورهم السوفيات غادي يستغلوا السينما في الدعايه من خلال افلام بقات في التاريخ كتحف فنيه بحال مثلا فيلم باتل شيب بوتومكين المخرج سيرغي ايزنشتاين اللي كيتعتبر ديك الساعه مرجع في الاخراج وخاصه في المونتاج، لدرجه ان جوبلز قال نهار اسس وزاره الدعايه النازيه انه كيتسنى الالمان يديروا شي بوتومكين الماني. السوفيات فهموا التاثير ديال السينما وقرروا انهم يأمموا القطاع ديال السينما كامل سنه 1917 باش يتحكموا مزيان في الانتاج، ومشوا بعيد ملي اسسوا لجنه الاو دي اس كا سنه 1925 وهي لجنه كان الغرض منها هو دراسه المتفرج من خلال توزيع استمارات على المتفرجين في القاعات اللي يعني رصد الانطباعات ديالهم وردود الافعال ديالهم على الافلام اللي تيشوفوا. فترة ما بين الحربين استغلت جميع الأنظمة السينما في البروباغاندا والدعاية الأفكار ديالها، ابتداء من فرانكو في إسبانيا وموسوليني في إيطاليا والحزب النازي في ألمانيا. في ألمانيا مثلا كانت الثلاثينات فترة ذهبية لهذا النوع السينما، خاصة مع تأسيس ما يسمى رايخ فيلم كامر أو غرفة إنتاج الأفلام اللي كان الغرض منها هو التحكم في جميع مفاصل الصناعة السينمائية وحتى في ما يعرض داخل السينما، حيث كانوا كيفرضوا حصص تلائم جميع الفئات العمريه باش الدعايه ديالهم توصل لجميع الناس في المانيا. في هذه الفتره غادي تبان ليني ريفنشتاين او المعروفه بهتلر فيلم ميكر، واستفدت من القرب الشخصي ديالها من هتلر باش دير عده افلام دعائيه وقدرت انها تبهر العالم بالفيلم ولا الوثائقي اللي دارت على الالعاب الاولمبيه ديال برلين 1936 واللي كان العنوان ديالو هو لي تيو دو ستاد. عكس السوفيات اللي كانوا تيديروا واحد الدعايه نخبويه شويه، الالمان ركزوا على الجانب العاطفي باش ان الافكار ديالهم توصل لجميع الناس كما كان المستوى الفكري ديالهم. بعد الحرب العالميه الثانيه غادي تستمر افلام الدعايه خاصه خلال الحرب البارده ملي كان كل واحد من القطبين العالميين كيستغل السينما باش يهاجم الطرف الاخر. ولدابا بقى السينما اداه ما يسمى سوفت باور
وتتلعب دور مهم في ترويض الرأي العام وفي التأثير فيه، وخا صراحة ذاك التأثير نقص مع ظهور وسائل أخرى أكثر انتشارا بحال التلفازة وإنترنت. المخرج اللي غنهضروا عليه هذا الأسبوع هو سيرغي ميخايلوف إيزينشتاين، العبقري أو لو فو سافون ديال السينما السوفياتية، اللي خدم في المسيرة ديالو بزاف على المونتاج وقدر أنه يثري الرصيد السينمائي بتحف فنية جميلة. هو من مواليد 1898 وبنت عليه علامة النبوغ وهو صغير، حيت قدر أنه يتقن ولا يتمكن من عدة لغات أجنبية في سن صغيرة جدا. غادي يدير تكوين في الهندسة المدنية، ولكن غيخلي الدراسة ديالو باش يلتحق بالجيش الأحمر. البداية ديالو كانت في المسرح، والبداية ديالو في السينما كانت سنة 1923 ملي دار فيلم صغير بعنوان مذكرة غلوموف. في نفس السنة غادي يصدر أولى نظريات ديالو على المونتاج، وسنة من بعد غادي يخرج أول فيلم طويل ديالو بعنوان الإضراب، واللي كيهضر على مجموعة من العمال دايرين إضراب في العهد ديال التسار. سنة 1925 غادي يدير التحفة ديالو باتلشيب بوتومكين، اللي بقى فيلم مرجعي في تاريخ السينما، واللي مشاهد منه ولات مصدر إلهام المخرجين أكثر، بحال مثلا مشهد الدروج اللي تعاود بزاف. سنة من بعد غادي يدير فيلم أكتوبر، اللي كيهضر على ثورة أكتوبر سنة 1917، واللي تعرض لانتقادات كثيرة بسبب أنه غامض، والسبب طبعا هو أن إيزينشتاين استعمل تقنيات في المونتاج كانت بعيدة بزاف على المتفرج العادي في ذلك الوقت. بعد تجربة قصيرة وفاشلة في ميريكان وفي المكسيك، غادي يرجع لموسكو وغادي يدير أول فيلم ناطق ديالو سنة 1938 بعنوان ألكسندر نيفسكي، وطبعا غادي يكون فيلم دعائي للبروباغندا، والهدف منه هو التنبيه بخطر صعود المد النازي في ألمانيا ديك الساعة. في 1941 غادي يدير إيزينشتاين فيلم إيفان لو تيريبل بطلب شخصي من ستالين، وكان من المفروض أنه يخرج في ثلاثة الأجزاء، ولكن الجزء الثاني تمنع بحيث أن ستالين شاف فيه انتقاد غير مباشر له، والجزء الثالث دمر نهائيا، وغادي يدار واحد النوع ديال التعتيم على إيزينشتاين تمت سنة 1948 وهو في عمره يلا غير 50 سنة. العمل ديال إيزينشتاين على المونتاج عطانا خمسة ديال التقنيات أساسية، اللي هي المونتاج ميتريك، المونتاج ريتميك، المونتاج تونال، المونتاج أوبرتونال، والمونتاج انتيليكتويل. وغادي نهضروا بالتفصيل على التقنيات مستقبلا في حلقة خاصة على المونتاج. فيلم الأسبوع هو سوي كوبا أنا كوبا، من إخراج المخرج السوفياتي ميخائيل كالاتوزوف سنة 1964، وهو إنتاج سوفياتي كوبي مشترك. الفيلم كيرجع بينا الجذور ثورة فيديل كاسترو على نظام باتيستا، وتبين لنا من خلال أربع قصص قصيرة كيفاش أن النظام السابق دفع الكوبيين للثورة من خلال السياسة ديالو اللي قهرت الناس. في القصة الأولى كنشوف واحد البنت سميتها ماريا، وغادي نتبعوها في رحلة النزول ديالها إلى الجحيم، ملي غادي تطيح فخ الدعارة مع سائح أمريكي. قدروا نديروا إسقاط بسيط ونفهموا بأن المخرج تشخص حالة كوبا اللي بقات تحت تأثير الولايات المتحدة منذ استقلالها على إسبانيا. في القصة الثانية غادي نشوفوا معاناة مزارعي قصب السكر الكوبي اللي تحيدوا لهم الأراضي ديالهم بالعلالي وتعطوا للشركات الأمريكية اللي كتستمر في المجال. أما القصة الثالثة فتتبين لنا كيفاش أن الشباب الكوبي غادي يبدأ يآمن بالثورة ديال فيديل كاسترو وغادي ينضم لها. أما القصة الرابعة والأخيرة فتتبين لنا كيفاش أن النظام واجه الشعب ديالو بوحشية، وكان كيقصف الناس بدون ما يميز بين الثوار والمدنيين العزال. خلينا نتفقوا بداية أن هذا الفيلم فيلم بروباغندا بامتياز، ولكن خلينا تاني نشوفوا الفيلم من وجهة نظر فنية ونعطيه حق. وخليني نقول لك بأن هذا الفيلم هو أجمل حاجة غادي تشوفها عينك بدون أي مبالغة. إلا عرفتي بلي تصوير الفيلم خدم المخرج عام كامل، غادي تفهم بلي ديك ساعتين وعشرين دقيقة اللي غادي تشوف هي الزبدة ديال عمل مشترك بين مخرج عبقري ومدير تصوير واعر. في الحقيقة ميخائيل كالاتوزوف وسيرغي أوروسوفسكي مدير التصوير العبقري اللي صور أجمل أفلام كالاتوزوف، أعطونا متعة بصرية حقيقية بلا سي جي آي ولا ديجيتال ولا تشي حاجة. راه ما جاش مارتن سكورسيزي وقال غير هكاك بلي كون عرفنا هاد الفيلم كاين في 1964 كون تغير تاريخ ديال السينما. وماشي غير هكاك، تيقولوا بزاف المخرجين ان هاد الفيلم
فيلم مرجعي في تاريخ السينما. بل ان شي وحدين تيقولوا بان اي لقطه واعره كتفكر فيها غادي تلقاك على توزوف سبقك ليها في هذا الفيلم. هو فيلم بيو ما فيهش المؤثرات تقريبا، ولكن فيه بزاف ديال الصنعه وبزاف ديال الخدمه، لا من خلال لي بلون سيكونس اللي كانت مبهره جدا، ولا من خلال استعمال الفوكال الصغيره اللي كتقربنا من الشخصيه النفسيه ديال الشخصيات. اللقطات اللي كتبين الطبيعه ديال كوبا كانت مبهره بالحق، حيت كان واحد العمل جبار على الضوء وعلى الظل. اما خلاص الموفمون ديال الكاميرا راه كان شي حاجه تفوق الخيال، الى درجه انك تتحس ان الكاميرا شخصيه من شخصيات القصه، بل ربما الكاميرا هي البطل ديال القصه. غادي تلقى في هذا الفيلم مشاهد غايه في الروعه، حيت هاد الناس دوزوا من الكاميرا من شي بلايص ما يمكنش يطيحوا لك على البال، وفكروا في شي زوايا ما كيفكر فيها الا شي واحد اللي تيكلم الكاميرا فعلا. ملي غادي تشوف الفيلم غتولي تسائل واش فعلا هذا الفيلم تصور في زمان ما قبل الستابيليزاتور والجليد والجراند والستيديكام، ولا هاد الناس سافروا عبر الزمن تجابوا هاد الماتيريال وصوروا به. الفيلم تعرض لتعتيم كبير مورا الخروج ديالو، سواء في المعسكر الشرقي او في المعسكر الغربي، وبقى تقريبا ما معروفش للجمهور حتى التسعينات ملي عرف به مارتين سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا مورا ما شافوه في مهرجان تيلوري بولايه كولورادو. وملي شافوا الفيلم وتبهروا به داروا ما في جهدهم باش يعرفوا به وباش يوصلوا اكبر شريحه من الجمهور. الجماليه ديال الفيلم متوقعه، حيت المخرج ومدير التصوير كما ذكرت سابقا داروا افلام اخرى زوينه واعره، بحال مثلا The Cranes Are Flying كومباس لي سيغوني اللي ربح في كان سنه 1958، ولا غادي نرجع ليه في حلقه خاصه مستقبلا. الفيلم كاين في يوتيوب كاليتي زوينه، ولا بغيتي جوده احسن راه تقدر تلقاه في انترنت، حيت يلاه خرج ببلوري في شهر 12 اللي فات. هكذا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما تنساوش ثاني ديروا ابوني بارطاجي وداكشي كامل. يلا تهلا. بعد الحرب العالميه الثانيه غادي تستمر افلام الدعايه. ميخائيل كالوتوفسكي ها نسيت مشى كالاتوزوف في الحقيقه ندير دابا لا دوزيام بارتي ياك